فقرة جديدة نلتقي من خلالها عبر السكايب مع الدكتور خالد السبتي استشاري جراحة العيون، راح يكون حديثنا عن تأثير الأمراض الصحية على النظر بشكل عام. مساء الخير دكتور خالد. يا هلا، مساكم الله بالخير وعلى جميع المشاهدين الكرام، يا هلا فيكم. دكتور خالد يعطيك العافية، وبداية إذا نتكلم عن أسباب فقدان النظر بشكل عام وأيضا أسباب فقدان النظر في الكويت. نعم، أولا شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. طبعا الأسباب اللي فقدان النظر بالكويت وبالعالم بشكل عام قاعدة تزيد ومرتبطة ارتباط كامل مع الأمراض الصحية. على سبيل المثال الأمراض اللي ممكن تأثر على العين بشكل مباشر مثل السكر والضغط وارتفاع الكوليسترول وبعض الأمراض الوراثية. نعم. والأسباب طبعا هي تختلف من مجتمع لمجتمع. احنا في الكويت خاصة بالدول الخليج، الكويت بالذات، بسبب ارتفاع مرض السكر فتلقى الأمراض اللي مصاحبة مرض السكر الإصابة او فقدان النظر تكون هي عالية نسبيا مقارنة بالدول الثانية. نعم، إذا دكتور شنو هي الحالات اللي تتطلب زيارة طبيب العيون في ظل وباء كورونا؟ نعم، يعني في هذه الظروف الاستثنائية احنا لازم نكون يعني حريصين كل الحرص حتى نتجنب ان شاء الله وياكم الإصابة بمرض كورونا، ونخلي زيارات للضرورة جدا. مثل على سبيل المثال اي تغير في النظر يستدعي زيارة الطبيب. طبعا احنا يهمنا ان المريض ما يتأخر علينا، لكن يهمنا كذلك انه يكون هو حريص انه ما يصاب في الامراض المعدية مثل كورونا. اي تغيير في النظر، اي الم في العين كذلك، اذا كان مثلا في حكة قوية او الام يعني حوالين العين كذلك، تغيير في قياس النظارة بشكل سريع، هذه الأشياء الأساسية اللي نحتاج نشوفها. إذا كان في ناس أو مرضى عيون عندهم مشاكل صحية سابقة مثل الجلوكوما أو ارتفاع ضغط العين، هذول الناس محتاجين أن يشافوا بشكل دوري. الناس اللي أصلاً يتلقون العلاج بسبب مشاكل الشبكية نتيجة السكر مثل رشوحات أو ارتشاح المركز البصر، فهذول يحتاجون زيارات تقريبا دوريه بشكل يعني دوري كل شهر وكل غيره. فهذه الاشياء الضروريه، اما الاشياء البسيطه انا يعني انصح اخواني انهم يحاولون يتجنبون زياره الطبيب الا للضروره. اذا احتاجوا احنا ممكن نتواصل وياهم عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي. نعم. وتقريبا 50% من الحالات ممكن نحلها بس مجرد بتواصل بدون زياره الطبيب. نعم. دكتور، دائما أي إنسان يعاني من شيء يكون شيء مثلا داخلي في الجسم أكيد يكون فيه له أعراض. شنو الأعراض اللي ممكن تبين على الإنسان ويعني يكون نتيجتها أنه في مشكلة صحية عنده في العين؟ يعني العين ترتبط في أشياء كثيرة مثل ما ذكرت لك، السكر والضغط، في أدوية معينة كذلك ممكن تؤثر بشكل مباشر على العين، خاصة الأدوية الكورتيزون، الأدوية تقليل المناعة لعدة مهما كان سببها، أمراض الروماتيزم، جميع أنواع الروماتيزم لها علاقة مباشرة بالعين. نعم. فهذه الشغلات اللي تحتاج متابعة دورية. نعم دكتور، سمعنا أن فيروس كوفيد 19 ممكن أنه هو ينتقل عن طريق العين، يعني شنو هي الاحتياطات اللي ممكن يتبعها أطباء العيون لتجنب الإصابة بفيروس كوفيد 19؟ طبعا هو ينتقل في هو مثل الرذاذ اللي ينتقل عن طريق الجو. العين هي ممكن تكون مدخل للجسم عن طريق الهواء. نعم. فالاحتياطات الفيس شيلد أو لبس النظارات اللي تحمي العين من الشغلات هذه ضرورية جدا، ولا طبعا التباعد اللي هو أهم شيء فيه. أحب أنبه حق إخواني أن ضروري جدا الجميع يلبس ماسك، يعني هو الماسك أهميته للمصاب أكثر من الغير مصاب. يعني الشخص المصاب إذا لبس ماسك بروحه يقلل نقل العدوى 80%، والشخص الغير مصاب إذا لبس ماسك والثاني المصاب مو لابس
يقلل الى 20% بس، فيعني الكل مفروض انه يلبس، وهذا شيء ضروري. نعم، لكن إذا نتكلم دكتور عن مدى تأثير الأمراض الصحية على النظر بشكل عام، يعني نتكلم عن التأثير بمرض السكر مثلا بشكل خاص أيضا على هذا الشخص، شنو ممكن يكون تأثير هذه الأمراض على نظر الإنسان؟ تأثير السكر على النظر بشكل مباشر هو نتيجة عدة عوامل، أولا المدة الزمنية اللي فيها السكر ومستوى السكر. نعم. يعني إذا المستوى عالي جدا فتلقى المريض يحتاج مدة قصيرة حتى يصير عنده تطورات وتغييرات في النظر، والعكس صحيح. التغييرات اللي تصير هي تدريجية، فبالتالي الفحص الدوري حتى لو ما في يكون عنده أعراض ضروري جدا حتى نتجنب الوصول إلى مراحل متقدمة من المرض وبالتالي يصعب العلاج. دائما الوقاية خير من العلاج. نعم. إحنا نحب نشوف كل مريض سكر خاصة بشكل يعني خاص الناس اللي صار لهم مرض السكر 5 سنوات فما أكثر، هذول يحتاجون لازم يشوفون طبيب على الأقل مرة بالسنة. يعني بما أنك دكتور ذكرت الفحص الدوري لمرضى السكر، طيب نبي يعني نشرح حق المشاهدين أهمية هذا الفحص ونركز وخطين تحت كلمة أهمية الفحص الدوري. يعني ما أدري شنو شلون أقدر أرك، يعني أقدر أنبه إن هذا شيء ضروري جدا جدا، إن إحنا يعني كأطباء نكتشف تغييرات السكر بالعين، وإحنا أو التغييرات ممكن نكتشفها من 10 إلى 20 سنة قبل ما الشخص يفقد النظر إذا كان هو مو ملتزم بمستوى السكر. فبالتالي تشخيص التغييرات اللي بالشبكية في فترة زمنية طويلة يوفر على المريض معاناة وطرق علاج مختلفة، وحتى مع هذا قد يصعب علاج الحالة. ضروري كل مريض ما في استثناء، سواء أطفال أو كبار بالسن، سواء توهم متشخصين أو صار لهم مدة، إنهم على الأقل يفحصون على الأقل مرة بالسنة إذا كانت أمورهم يعني ما فيها أي مشاكل. لكن إذا بدت مشاكل الشبكية ممكن يصير الفحص كل 3 شهور أو كل 4 شهور أو حتى كل شهرين. نعم دكتور خالد، إذا نتكلم عن ما هي طرق علاج اعتلال شبكة العين نتيجة مرض السكر، يعني مرض السكر أكيد له تأثير كبير على العين وعلى النظر، اعتلال الشبكة شنو نتيجته مع مرض السكر؟ طبعا تغييرات السكر هي مراحل مختلفة، اعتلال مركز البصر أو احنا نسميه ماكيولار إديما أو ارتشاح مركز البصر، طبعا هذه من العلامات الخطيرة اللي لازم نعالجها في أسرع فرصة. المريض طبعا بعض المرضى ما يحسون بأي شيء ولا يشتكون من أي شيء، ونكتشف في الشيء هذا عن بحث الصدفة. طرق العلاج تغيرت في السنوات الأخيرة بشكل سريع، والعلاج التقليدي اللي ما كان اللي كان موجود اللي هو عن طريق الليزر صار أقل أهمية من العلاج الطرق الحديثة اللي هي مثل شنو؟ اللي هي عن طريق حقن دورية لداخل العين بأدوية معينة، طبعاً الأدوية هذه حديثة تحقن داخل العين على حسب حالة المريض، أحياناً كل شهر، أحياناً كل شهرين، وأحياناً مرة أو مرتين بالسنة. نعم. هذه الحقن ضروري إنها تنأخذ في وقتها، يعني ما نقدر نأجلها لأن هي تعتبر علاج تكميلي. كل إبرة مهمة مثل الإبرة اللي وراها واللي وراها، فأنا بس أحب أنبه، وهذا اللي لاحظناه في فترة كورونا، إن للأسف بعض المرضى اللي كانوا محتاجين الإبر بشكل منتظم توقفوا عنها، طبعاً بأسباب قهرية، لكن لقينا أن كثير منهم انتكست حالتهم وبدأ علاجهم يكون أصعب من أول. فأنبه أن العلاج أنه عن طريق الأبر داخل العين في مختلفة، في بعضها أبر مثل سنتس وآيلية أو غيرها، وفي بعضها كورتيزون. طبعا على حسب الحالة كل شيء ينعطى إبرة على حسب مدى تدهور الحالة. يبقى بعدين التدخل الجراحي، هذا في عدد قليل من المرضى نتدخل جراحيا عن طريق إزالة الجسم الزجاجي وإجراء عملية ليزر، وكذلك أحيانا حقن أبر أثناء العملية.
نعم دكتور، احنا في موسم صيف يعني كلنا عارفين، في امراض معينه تصاحب هذا الموسم بالنسبه حق العيون؟ كثيره، يعني الحين موسم شهر 8 وشهر 9 معروف الموسم هذا موسم الحساسيه، تزيد في مرض او حساسيه العيون، وهذه طبعا قد تكون بسيطه وقد تكون شديده على حسب الحاله. يزيد الجفاف، الجفاف يعني دائما يكون متواجد بالصيف اكثر، خاصه عند المرضى اللي عاده يكونوا برا البيت يتعرضون حق اشعه الشمس والحراره. وكذلك الاشياء الثانيه مثل يعني التهابات العين ممكن تزيد في فتره الصيف، فتره الحساسيه. اللي لاحظناه الفتره الاخيره كذلك الجفاف زاد في صغار السن، احنا دائما نعتقد ان كبار السن، بسبب اهم لاحظناها بسبب جائحه كورونا، وجود الناس وعند وجود كثره وقت يعني وقت الفراغ الزايد وتقضيه الوقت عن طريق استخدام الكمبيوترات واللابتوب وغيره، هذا زاد في الفتره الاخيره نسبه الجفاف كذلك. فحب انبه الشباب عن الشغله. نعم، ايضا دكتور خالد بودنا ننبه عن اهميه الفحص الدوري لمرضى السكر. هذا الشيء اكيد يحتاج اليوم الى ان احنا ننبه الناس لعدم نقول زياده الامراض بالنسبه لهم، خصوصا امراض العيون والنظر. يعني ما ابي اقول لك ايش كثر مهم جدا ان مريض السكر يفحص فحص دوري. كل مريض اول شيء احنا نحب نفحصه اول ما يتشخص انه هو عنده مرض السكر، وبعدها على حسب المرحله اللي هو فيها ممكن الفحص يكون عن طريق الفحص ينعاد كل سنة، ممكن كل شهرين، ممكن كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر على حسب الحالة. الفحص مو شرط أنه يكون الفحص يعني أحيانا ما يحتاج يشوف طبيب العيون يمكن بس أول مرة، لكن في الحين موجود بالكويت والحمد لله يعني في عندنا وجود تقنية فحص قاع العين عن طريق كاميرات رقمية تفحص العين، وهذه الكاميرات ممكن تعطيك نتيجة تقريبا 90% دقة أنها تكتشف الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى فقدان النظر. نعم. فهذه كلها الأشياء أساسية حتى ما نوصل إلى مرحلة العملية الجراحية، لأن العمليات الجراحية عادة تكون في العمليات الحالات المتقدمة جدا، وأحيانا ممكن مهما سوينا ما نحصل على النتيجة المرجوة. نعم، يعني دكتور أنت لاحظت أني أنا ركزت على هذا المحور، وأيضا زميلي أحمد ركز على هذا المحور، علشان نوصل رسالة حق السادة المشاهدين أن إيش كثر مهم موضوع الفحص الدوري لمرضى السكر. طيب ننتقل إلى محور آخر اللي هو العدسات الطبية يعني ومشاكلها، وشون ممكن نحن نتجنب هذه المشاكل، خصوصا يعني إحنا حين ما نقول بس الحريم اللي يعني يلبسون العدسات، أيضا الرجال يلقوا يلبسون العدسات اللي هي ممكن تكون الطبية. فهذه العدسات يعني ساعات ما أدري يعني يصير في مثلا جفاف، يصير في شيء أو مشكلة، شو ممكن نحن نتجنب هذه المشاكل مع العدسات دكتور؟ يعني أول شيء مشكورا أن اشترحت الموضوع هذا، الموضوع هذا الناس دائما تعتقد أن لبس العدسات شيء يعني بسيط، وفي الغالب صح، لكن أحب أذكر الناس أن إحنا كأطباء عيون شفنا أشخاص للأسف فقدوا عيونهم بسبب العدسات. يعني في أكثر من حالة العين استأصلوا العين بسبب العدسات. يعني ما نبي نقلل من أهمية لبس العدسات، لبس العدسات طبعا من زمان والناس تلبس عدسات، لكن في شروط صحية معينة واشتراطات حتى نزيد سلامة لبس العدسات، الحفاظ على النظافة. العدسة يفضل أنها ما تلبس أكثر من 6 إلى 8 ساعات يوميا و5 أيام بالأسبوع، يعني ما نلبسها 7 أيام بالأسبوع. وتحت أي ضرب من الظروف لازم المريض أو الشخص ما ينام بالعدسة، مهما صار لابد أن الشخص ما ينام بالعدسة سواء فترة الظهيرة أو الليل، لأن النوم بلبس العدسة يزيد مخاطرها من 10 إلى 20 مرة، فممكن تصير مشاكل. يفضل أن
ان الشخص يلبس عدسات ديسبوزبل اللي تلبس مره واحده وتنقط وتلبس ثاني واحده، ما نحب العدسات الاكستندد وير. في كذلك عدسات في دعايه لهم انه ممكن تلبسها اسبوعين او ثلاثة اسابيع متواصله، هذا الشيء خطا، هذه المعلومه خطا. ما في عدسات تلبس اكثر من 6 ساعات، ويفضل انه مثل ما قلت العدسات اليوميه، ما في يفضل انه الشخص ما يرد يلبس العدسه اكثر من مره الا اذا كانت العدسه مخصصه حق اللبس اكثر من مره وتعقم كل يوم. هذه الشغلات الاساسيه اللي حبيت اذكرها. الدكتور بس ممكن سؤال، يعني بعد مثلا ما نفسخ العدسه ممكن نحط هذه القطرات اللي هي ترطب العين؟ تقدر الشخص يقدر يحط القطرات حتى واثناء وهو لابس العدسه او بعدها، ما لها اي علاقه ولا راح تاثر بالعدسه. وفي نقطه احب انبه عليها، للاسف لاحظنا في الفتره الاخيره لبس العدسات الزينه، يعني لبس العدسات الزينه اللي هو الملونه اللي قاعده تلبس بشكل غير طبيعي صراحه. يعني ممكن الواحد او الوحده، ممكن الوحده تلبس عدسه ملونه اذا عندها مناسبه مره بالشهر مرتين بالشهر، هذا شيء مقبول، لكن تلبس كل يوم بشكل يعني خطير، اعتقد الشيء هذا ممكن يؤدي الى مشاكل على المدى البعيد، ممكن يؤدي الى تقرحات بالقرنيه، ممكن يؤدي الى جفاف، ممكن يؤدي الى حساسيه. فبس حبيت تنبه ان لا ياخذون الامور يعني بسهوله، وان عدسه تلبس وعادي وما يصير شيء، لا ممكن تصير مشاكل كبيره حتى مع العدسات. نعم دكتور خالد، اول شيء نشكرك يعطيك العافيه، ونتمنى ايضا السلامه للجميع. واحنا نقول دائما يعني الكويت حتى في مجال طب العيون عندنا استشاريين واطباء على كفاءه عاليه، وايضا اجهزه متوفره للعمليات وغيرها، فقواكم الله ويعطيكم العافيه على هذه الجهود. عندنا فاصل ومن بعده نستكمل باقي فقرات برنامج مساء الخير يا كويت.